بجد تعب حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس وملاعب الابطال. في بدايه حلقه النهارده اتكلمت عن الاحتراف بشكل عام وان قد ايه لازم في حاله وجود لاعبين او لاعبات محترفين او محترفات في البطولات المصريه لازم اللاعبين او اللاعبات يكونوا فعلا اضافه للمنافسه بشكل عام وايضا ينقلوا الخبرات اللي عندهم للاعبين واللاعبات. النهارده ضفتي واحده من نجمات المنتخب اللبناني في كره السله واحده من اللاعبات المحترفات في دوري كره السله المصري للسيدات نجمه نادي الزهور ميرامار مقداد. برحب بيكي وبقول لك نورتينا في ملاعب الابطال ومنوره مصر. ميرسي لك زوق، شرفنا. اكيد هيكون لينا حديث مع ميرامار طويل في هذه الحلقه، ولكن في البدايه خلونا نشوف هذا التقرير عن اللاعبات المحترفات ونرجع نكمل حياتنا. وجد المحترفون الأجانب طريقهم داخل الرياضة المصرية منذ سنوات طويلة في مختلف الرياضات، فكانت البداية من كرة القدم ومنها إلى باقي الألعاب مثل كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة. وجود اللاعب الأجنبي كان مقتصرا فقط على فرق الرجال لسنوات طويلة، ومع تطور المنافسة في دوريات السيدات بدأت الفرق في الاستعانة بالمحترفات في جميع الألعاب. تضم الأندية المصرية عدد كبير من المحترفات في كافة الألعاب، أبرزها سندس حشان في فريق ياد الأهلي وناتاليا فرنانديز في فريق الطائرة بالأهلي وغيرهن الكثيرات في الدوريات المصرية. وتعد كرة السلة هي الرياضة التي يلعب بها العدد الأكبر من المحترفات، ففي النادي الأهلي تلعب الأمريكية كايلا ثورنتون، وفي الزمالك تلعب تشايلا كوبر، وإيتالي لوكاس في هليوبوليس، ومونيك ريد في سبورتينج. وضيفتنا الليلة اللبنانية ميرامار مقداد واحدة من أبرز المحترفات في دوري كرة السلة المصرية، وتلعب ضمن صفوف نادي الزهور والتي ولدت عام 1987 وخاضت أكثر من تجربة احترافية أبرزها مع فريق باس جيالينا في اليونان وإنترانيك والشباب العربي والشبيبة الرياضي في الدوري اللبناني. توجت ميرامار بعدد كبير من البطولات، فحصدت لقب البطولة العربية في مناسبتين ولقبين من كأس لبنان ولقب من السوبر اللبناني وثلاث ألقاب من بطولة غرب أسيا للأندية. انتقلت ميرامار إلى اللعب في الدوري المصري وكلها آمال بمواصلة سلسلة الإنجازات والنجاحات، فهل تنجح مع سلة الزهور في تقديم موسم يذكره التاريخ؟ ده كان تقرير عن اللاعبين واللاعبات المحترفات اللي نشطوا في اي رياضه مصريه بشكل عام. نتكلم مع ميرامار مقداد اكتر. ميرامار، يعني خليكي تعرفي نفسك شويه للساده المشاهدين يعرفوا مين ميرامار مقداد. انا قلت لهم لاعبه لبنانيه واحد نجمات المنتخب اللبناني في كره السله، بس حابب الناس تعرفك اكتر، يعرفوا بدايتك مع كره السله ازاي ومشوارك الاحترافي لحد ما وصلت النادي الزهور. طويل. انا بلشت باسكت من عمر كتير صغير. كنا بالسعودية كنا عايشين بكومباوند، سو كنا نلعب different kinds of sports. وبس جينا على لبنان بلشت مع أندية بأكاديميز اسمه هارلم، وطلعت وبلشت بين مع نادي الرياضي. من وقتها من هنيك بلشنا ننتقل على أندية رياضي، رجعت رحت هومنتمن وبرمت، هني رياضي هومنتمن أحسن فريقين بلبنان. ومن بعدها للأسف الباسكت بلبنان المستوى نزل شوي، لأنه في كم شخص فل من الباسكت اللي هني كانوا عم يدعموه، مش بس مادي وكل الإكسبوجر اللي كان موجود بالباسكت بلبنان. من بعدها أجاني أوفر سافر على اليونان يلي هي هديك السنة، ورجعت جيت على لبنان ورجعنا على أساس يرجع يمشي الحال بالباسكت بلبنان، بس صار اللي صار، أنتوا كلكم تعرفوا شو صار عنا بالبلد. فحكاني شخص من هون اسمه رجب، هو از ماي ايجنت هون، وقال لي انه في كذا عندي بدهم يتفقوا معك، كان على اساس انا ماضي مع نادي الجزيره. بعتقد صار معهم هني مشاكل ورجع انفكس العقد، وبعدين على اساس روح مع نادي الطيران درجه ثانيه، طلع بالدرجه الثانيه كمان ما عندكم اجانب. وبعدين بس سمعت انه كابتن كوتش محمد جاد هو المدرب تبع نادي الزهور، انا اوريدي بعرفه اون بيرسونال ليفل وبعرف شغله وقديش عن جد بيشتغل على حاله وبيشتغل على الفرق. قررت انه انا انضم مع نادي الزهور، وشكر اكثر كمان للاستاذ اللي هو سبونسرينج ماي كونتراكت، هو مستر حسن تطناكي ومستر احمد القاضي، هن اللي بعتقد عم يدعموا كل، مش بس انا شخصيا، عم يدعموا كذا فريق ليضلوا ليقدروا يجيبوا المستوى الاجانب اللي كنا عم نحكي فيه واللي كنتوا عم تحكوا فيه ليعلوا المستوى بمصر.
اكيد بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله ان انت تقدري تتالقي في الدوري المصري. بس في البدايه يعني ما فكرتيش تلعبي لعبه تانية غير الباسكت بول، ولا كان كل هدفك ان انت تكوني لعبة محترفه في الباسكت؟ انك لعبت فولي بول، لعبت باسكت، لعبت راجبي، لعبت فوتبول، لعبت كل شيء، بس لقيت اكثر يعني هيك الباشن تبعي بالباسكت، ما لقيت حالي الا بهاي اللعبه اكثر شيء. طيب لما جيتي مصر احكي لي كده عن الترحاب، يعني زمايلك في الفرقه استقبلوك ازاي، والمجلس اداره الفريق وايضا الاجهزه الفنيه استقبلوك ازاي في نادي الزهور؟ ليك كوني بلد لبنان بلد عربي ومصر بلد عربي، سو كانت شوي اسهل علي يمكن من غير عالم. البنات عن جد بعقدوا، they're young، بدهم يتعلموا، بدهم يعني حابين يشتغلوا على حالهم كثير. نادي يعني كان استقبال كثير حلو، حسيت حالي ماني شخص غريب، حسيت حالي انه صار لي زمان معهم، مع انه انا ما صار لي 3 ويكس هون. بدهم الجامعه تبعت نادي الزهور، وكنادي الزهور كثير نادي حلو ونادي كبير، وبدهم يدعموا اكثر واكثر، خصوصا انه نحن هلا الجيرلز بعدهم صغار، يعني الاكسبيرينس بده يجي وان شاء الله رح يجي، والشغل اللي نحن عم نشتغله مع بعض كثير حلو، والجامعه كفريق كثير بتحس كانه عن جد صرنا زمان مع بعض. هذا الحلو بنادي الزهور. طيب الادفانتج يمكن اللي عنا اياها عن غير عالم. اكيد. طيب بشكل عام يعني شايفه المنافسه في مصر، هل تابعتي المباريات في مصر ودوري كره السله سيدات في مصر؟ شفتي اللاعبات مستوياتهم عامله ازاي؟ ايضا الاجهزه الفنيه، ولا لسه ما تعمقتيش شويه في دراسه الفرق المصريه بشكل عام؟ نحن لعبنا ضد بلبنان كفريق هومنتمن وكمنتخب لبنان، نحن لعبنا ضد مصر من قبل، سو اي نو ذا ليفل اوف ايجيبت كاندفيدجوالي كجيرلز، في كثير عندك اسامي كثير كثير منيحه، وبنات عن جد مستوى كثير عالي. هلا يعني ما لعبت ضد كثير فرق، لعبنا ضد السبورتنج ومدينه نصر ونادي التامين. بقايا الفرق اللي لحقت احضرهم هن الشمس وهليوبوليس، ويعني ما لحقت احضر كل الفرق لانه طبعا بعتقد صار في كثير تغيير لعيبه وغيروا انديه واكسترا. الليج بمصر اتس ا نايس ليج، اتس ا فيري كومبتيتيف ليج، وخصوصا انه في 16 فريق واكثريتهم بتلاقي المنافسه على التوب 8، يعني هول التوب 8 بتحس المنافسه حتكون طبعا اقوى بكثير، خصوصا انه هدول التوب تيمز اللي هن حيطلعوا. So far it's very competitive، عنا شغل كتير كبير نعمله. وبعتقد يمكن صحيح انه حتتوقف البطوله شي شهر كرمال بطوله الهاندبول، هون اي ثينك اتس ان ادفانتج لنا نحن لنشتغل اكثر واكثر لنقدر، لانه نحن ما لحقنا نشتغل، يعني انا ما تمرنت كثير مع البنات وخصوصي كرمال الكورونا كيف انه اضطر الكل يوقف. بعتقد هيدا الادفانتج اللي حنقدر نكسبه مع كوتش جاد، نتمرن ونشتغل كثير لنقدر نكون من الفرق يلي عم تنافس على التوب 8. طيب انت فزت كلامك، انا سبتك تخلصي الكلام للاخر، بس فزت كلامك قلتي في لاعبات كتيره مصريات اسماء كويسه، يعني هل تذكري لنا بعض اللاعبات اللي لفتوا انتباهك، ولا لسه مش عارفه اسماء قوي سواء في المنتخب او في بعض الانديه الثانيه؟ ليك ما بدي اظلم حدا لانه انا ماني منيحه بالاسامي، انا كثير بنسى، بس انا عينو هلا هلا از ون اوف ماي فريندز از ويل، وهلا لعبت كاجنبيه بلبنان. وعندك سوريا وعندك في كذا بنت بالاهلي، عن جد ما بدي اظلم بس عن جد ماني منيحه بالاسامي كثير بنسى. بس كثير في لعيبه مش بس هون، وعندك بهليوبوليس، وعندك الحلو بمصر هون عندك الصغار ال 18 والناشئين، في عندك لعيبه كثير منيح، عندك بمدينه نصر عندك لعيبه they're not bad، وعندك نحن معنا بفريق، عندك سلمى ايمن، عندك سلمى موفق، عندك a lot of other players، هدول بعدهم صغار وعن جد if they continue هيك ان شاء الله بيوصلوا كثير وبيطلعوا من الاسامي الكبار يلي اوريدي موجوده بمصر. طيب هل في كان اسباب ثانيه عندك ان انت تخوضي تجربه الاحتراف في مصر او في اليونان؟ يمكن انت ذكرتي ان الناس اللي كانت بتدعم كره السله في لبنان معظمهم مشي او ما بقوش مهتمين، هل ده السبب الرئيسي ان انت تكملي مشوارك الاحترافي، ان انت عايزه تفضلي لاعبه سله ومتواجده وبقوه في دوريات قويه، ولا ميرامار كانت عايزه تخوض تجربه الاحتراف تحديدا؟ حتى لو لبنان فضلت كانت زي ما هي وفي دعم او تدعيم لكره السله في لبنان. يعني السنه اللي مرقت لما كنت انا باليونان صار خلاف بيني وبين الفريق اللي كنت موجوده فيه، فما قدرت احقق اللي انا كنت بدي احققه، كل بنت او كل شاب حتى حلمه انه يروح يحترف. يعني مع انه كل العالم هلا يعني السنه اللي فاتت واللي قبلها وكله كانوا عم يجي لعنا مصر على لبنان ليلعبوا، ان كان شباب او بنات، بس
حلو الواحد انه بكل طموح الواحد دائما بده يصير اكثر واكثر، فطموحي كنت اكيد انه انا انه العب برا بفريق حلو لانه مثل بلبنان انه خلصت يعني اي تشيك ذا باكيت ليست، عملت اللي بدي اياه، كان بدي اعمل بعض قصص اكثر. وكوني كثير بحبها للعبه و I have so much passion for it، بعد ما خلصت يلي انا لازم ارجع قد ايه اعطتني اللعبه انا بعد بدي اعطيها كثير. سو هذا السبب. انت عادك مع نادي الزهور هيكون مدته قد ايه ولا لسه ما اتفقتوش على اسال كوتش جاد؟ لا سنه، هالسنه ان شاء سنة. الله. طب شايفه ان انت في السنه دي تقدري تقدمي نفسك للجمهور المصري بشكل عام، يبقى عندك طموح للاحتراف؟ يمكن طبعا يعني بنقدر نادي الزهور، ولكن هل ممكن يكون عندك الاحتراف في انديه ثانيه زي اهلي زمالك، ولا الموضوع مقتصر دلوقتي على نادي الزهور؟ اهلي زمالك سبورت ما انه لك ما انه انت عم تحكي اكيد نكسي مستقبل سيزن. يعني انا عايز اعرف طموحك بشكل عام، يعني ناويه ان انت تكملي في مصر ان شاء الله بعد ما تقدمي نفسك بشكل جيد ولا لا؟ ان شاء الله. هلا ماي فيرست تارجت انه ساعد الفريق، وعن جد البنات يتعلموا كل شيء انا تعلمته بالماي اكسبيرينس، انه نوصل على التوب 8 اللي هو اي ثينك انجاز حلو، خصوصي انه نحن مثل ما كنت عم اقول لك الفريق كلهم صغار، سو وي لاك اكسبيرينس، بس ان شاء الله وي ويل جيت ذير. بس عجبك بس اكيد كل واحد بيرجع بقول لك يعني بيطمح انه للاعلى للاكبر، انه عم تحكي انت عندي كثير كبيره مثل نادي الاهلي، كوتش علي هونيك، ونادي سبورتينج، ونادي الزمالك اكسترا، هدول الانديه اللي اكثر شيء يعني اسميهم بمصر كبار. سو واكيد في عندي كثير ثاني بقيه، بس قصدي من القوه واللعيبه كلها مثل ما انك تعمل لك كلها مجموعه بنادي الاهلي بنادي سبورتينج بنادي الزمالك وبعد في كذا فريق هلا عم يطلع اسميهم منيح. سو اكيد الواحد بيطمح للاحسن واحسن واحسن أكيد. بس بركي نادي الزهور السنه الجايه صار كمان من هدول الانديه، ما حدا بيعرف او غير انديه. نتمنى لك التوفيق اكيد. شكرا. مكملين حديثنا مع اللاعبه المحترفه في صفوف نادي الزهور، واحده من نجمات المنتخب اللبناني في كره السله لرمار مقداد، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. بجد التعب حضراتكم مشاهدينا مشاهدين ملاعب الابطال، مكملين حديثنا مع النجمه ميرامار مقداد لاعبه المنتخب اللبناني لكره السله واحده من نجوم نادي الزهور. ميرامار، كنا بنتكلم في البدايه عن تجربتك الاحترافيه في مصر، شايفه وجودك في الدوري المصري لكره السله سيدات ممكن يفتح الباب شويه للاعبات اللبنانيات ان هم تبدا الانديه المصريه تستقطبهم؟ ده سؤال. وعايز اعرف ايضا يعني الاسعار بالنسبه للاعبات، الموضوع الاحترافي في مصر يمكن اقوى شويه، العقود بتبقى اقوى، هل ده ممكن ايضا يشجع اللاعبات اللبنانيات ان هم يخوضوا التجربه الاحترافيه في مصر ولا لا؟ كنت عم بحكي مع المدرب تبع سبورتينج، في حلو الفكره، اكيد حلو الفكره انه يدعموا اصلا لبنان. عم اقول لك لما كنا نلعب ضد مصر هن بيعرفوا تقريبا نص اللعيبه، بنعرف بعض من ورا هذا الموضوع. بتمنى يعني من الاتحاد اكثر انه يدعم انه نكون كاجانب، انه نقدر نكون نعد كمش اجانب بمصر، لانه هيك بتعلي الليفل اكثر هون بمصر. مش عم اقول انه ما في، بس انه ساعتها بتقدر الانديه، لانه مثل ما انت كنت عم تسال على الاسعار، اسعار العرب منهم قد اسعار الامريكانز كفورنرز، ف كثير بحس انه وجودي ممكن بسعر هون بسعر كويس نلاقي كواليتي بتاعت لعيبه جيده صح، وفي نفس الوقت نوفر للانديه صح، لانه الانديه مثلا اللي ما بتقدر مثل ما كنا عم نحكي البادجت قد ايه بيكون عالي على الانديه اللي فوق، فكل اللعيبه بتركض لتروح تلعب هونيك لانه في بادجت عالي كثير. بتقدر تساعد الانديه اللي مثلا بدها تنافس بس ما مع البادجت بانه تجيب مثلا عربي، يمكن يكون لبناني او سوري اكسترا، انه يكون هون يلعب بمصر بس يجربوا يعملوها الاتحاد يكون عربي ما يكون كاجنبي. صعبه ما بعرف بتزبط، بس انه مش غلط لانه كثير عن جد بتعلي الليج. هي موجوده عندنا بس يعني مثلا في كره القدم موجوده للاعبين الفلسطينيين بيقيدوا كلاعب مصري، والسوريين ايضا في كره القدم كانوا بيقيدوا كلاعبين مصريين، فبنتمنى اكيد اكيد عملها للبنات بالباسكت، خصوصي انه هلا نحن الدوري واقف هونيك وفي تالنت كثير عالي بلبنان. اكيد يمكن دي رساله مهمه منك جدا، نتمنى كل التوفيق للاعبات اللبنانيه. طيب عايز اتكلم معاكي شويه عن مستوى المنافسه، يعني شايفه الدوري المصري اقوى شويه ولا الدوري اللبناني، وايه الفروق اللي لاحظتيها بشكل عام؟ الدوري المصري فيه 16 فريق، الدوري اللبناني 8. اوكي هلا كمان نرجع بنحكي على التوب 4 تيمز بمصر او 6 تيمز اللي هن ممكن ينافسوا، بلبنان عندك توب اوكي 4 بس هن اكثر اثنين بينافسوا مع بعض، سو رياضي هم 8. هلا عدد الفرقه هون بتخلي المنافسه اكثر، بس كلبنان
يعني ما قصدي حدا ياخذها بطريقه غلط. لبنان الباسكت كان بعده اقوى، يعني احنا لما كنا نجي نلعب هون او ببلد عربي او ويست ايجا كان لبنان دائما هو اللي يكسب. الليفل تبعنا عالي وبنجيب مدربين من برا، مثلا كان عندنا كوتش اليني كابوياني، وفي عندك كوتشي كثير بيشتغلوا على حالهم قدروا يجيبوا الباسكت الاوروبي على لبنان. اوكي، وبتمنى هذا الشيء يصير على مصر، بمصر. انا ما بعرف كل المدربين بعد ما لعبت ضد كل الفرق لاشوف كيف الليفل اوف باسكت بول، بس يس اجين اتس ا كومبيتيتيف تي، يعني اتس ذا سيم كونه انه 16 فريق بثمانيه، بس في المنافسه الموجوده لانه عندك تالنت، كثير تالنت بمصر. طيب الكونستراكشنز والاهتمام باللعبه بشكل عام، شايفه الملاعب جودتها؟ انت اكيد لعبتي في اكثر من بلد، شايفه الكونستراكشنز الاهتمام بشكل عام بالرياضة في مصر والملاعب، حسيتي بالاهتمام ده في مصر ولا لا؟ فيه يكون أحسن، بس الحلو إنه كل الأندية، ما كنت عارفة إنه كل الأندية بيكونوا كتير كبار، مش إنه بس ملعب باسكت، إنه الحلو إنه نادي كتير كبير، it's a big club. بس بحس إنه بعد بيقدروا يزبطوا ويعطوا الدعم أكتر للملاعب الباسكت موجودة هون. بس هلأ عم لك إنه أنا رحت I think 6 أكتوبر صح؟ ونادي عنا زهور وفي كذا ملعب، اتس جود انه اتس اندور باركي، بس انه فيه يكون طبعا اكيد احسن بكل البلاد، فيه يكون احسن طبعا، بس انه اتس جود سو فار، اتس جود. في وسط كلامك برضه قلت لي ان انت بتعرفي بعض المدربين وبعض اللاعبات هنا في مصر معرفه شخصيه قبل ما تيجي، شجعوكي لما قلت لهم ان انت خلاص جايه تلعبي في مصر، وكانت ايه اهم الملاحظات اللي قالوها لك يعني؟ excitement اكيد كانوا كثير مبسوطين، و انه شجعوني اكيد اجي لهون، وعم اقول لك انا في اتس مور اوف ا فريندشيب سو اتس مور كومبيتيتيف، انه حتصير خلص انه مثل تحدي بيني وبين هذا الشخص اللي هو بالفريق اللي قبالي. شجعوني ومثل وعوني انه على الانديه اللي موجوده والانديه اللي حتكون معي بالليج، وعلى نادي زهور لانه انا ما كنت بعرف الا مثل ما قلت لك كابتن محمد جاد. يعني كانوا مبسوطين كثير، خاصه انه لقيت شيء، لانه انا ما وقفت شغل على حالي بلبنان وقت الكورونا، وحتى لما كنا بعد مش عارفين اذا في بطوله بلبنان او ما في باسكت بلبنان، انا ما وقفت شغل، والحمد لله انه اجاني هذا الاوفر هون، سو كانوا مبسوطين انه انا جاي لهون. تمام الحمد لله. طيب عايز اخدك شويه بقى للامور الفنيه داخل نادي الزهور، انت بقالك دلوقتي تقريبا اسبوعين بتتمرني لانك واصله لمصر بقالك 3 اسابيع، وانت لاعبه دوليه خدتي مباريات كتيره مع لبنان، فاكيد عندك من الخبرات الدوليه الكتير، وايضا بحكم السن وزي ما انت قلتي اللاعبات هناك لسه صغار او صغيرين، شايفه ايه اهم النقاط الفنيه اللي انت ممكن تناقشي المدرب فيها، النصايح اللي انت ممكن مع الوقت تبداي تتكلمي فيها مع اللاعبات؟ لان انا في بدايه الحلقه لما اتكلمت عن وجود لاعبات قلت لازم يكونوا على مستوى دولي وايضا ينقلوا الخبرات للاعبات الصغار، فايه النقاط الفنيه اللي لاحظتيها يعني؟ الشيء اللي عم ضلني اقول الكوتش محمد جاد، بس لانه عن جد الشيء اللي كثير حلو فيه انه في كثير كوتشي ما بتقبل انه لاعب يجي يعطي مثلا نصيحه او لاعب يعطي رايه. كوتش محمد جاد بيسمع للكل، لانه مش بس مني انا، بيسمع من كل اللعيبه اللي موجودين، لانه عارف انه اوكي خصوصي انا مثلا عارف انه انا كان عندي خبره، وهو كان كثير هو اللي كمان دعمني انه اجي على نادي الزهور. بيسمع الخبره اللي انا اخذتها نقدر نحطها مع الخبره تبعت الكوتش، ونقدر عن جد نشجع الفريق ونوزع هيدي الخبره اللي اثنيناتنا موجودين هون على البنات الصغار، مثل ما انت كنت عم تقول انه لازم to help them و to encourage them و to give my experience اللي انا اخذته throughout the years على البنات. سو كابتن جاد من هيدا النوع اللي بيسمع و بياخده بيعطي، يعني هو كتير قليل لتلاقيه بكوتشي كتير. ان شاء الله كل التوفيق ليكي معاهم. شكرا. متابعة لكرة السلة المصرية، المنافسات على مستوى الرجال ايضا، يمكن انت قلتي لي في الفاصل ان انت كنت بتشوفي ماتش او سمعتي نتيجة مباراة، بتتابع كرة السلة بشكل عام في مصر ولا لا؟ هلا هلا اكتر هلا لانه كوني هون. في اي اسماء معروفة سواء لاعبين لسه بيلعبوا او لاعبين اعتزلوا بالنسبة لك؟ بنحكي عن البيج نيمز، بنات او رجال يعني. انا السمعه هو بيعرف، انا اسماعيل احمد يعني هيز ماي ايدل، انا كثير بحبه للسمعه. بنات قلت لك عن جد ما بدي اظلم حدا، لانه عن جد في كثير بنات طالعين كثير منيح، ان شاء الله حشوفهم ونلعب ضدهم ان كان بنادي هليوبوليس، سبورتنج، اهلي، حتى عم اقول لك بمدينه نصر مع انه ما عندهم اجانب، في بنات صغار they will
يعني حيوصلوا للي هن بدهم اياه اذا بكفوا بهالطريق والتمرينات. فاسامي قلت لها كل هن يعني في هلا اكثر وحده بعرفها وسوريا لانه لعب ضدها، بس ما بدي انسى حدا، في فريده اي ثينك ماني مأكده اكيد. طيب يعني السنه دي المسابقه هتبدا، مسابقه اكيد هتبقى قويه، كل الانديه دعمت صفوفها بلاعبات محترفات، ايضا بعض التدعيمات الداخليه ما بين الانديه. شايفه مين الاقرب للفوز ببطوله الدوري السنه دي في مصر؟ نادي الزهور لانه انا بلعب معهم. لا طيب ليك ما في اظلم، قلت لك ما شفت كل الفرق، بس شفت سبورتنج لعبت ضدهم، they are very good team. Very good team. وانا مونيك كمان لعبني ضدها بالجوردن، she's a very good foreigner, very good plus for the team. باقي الفرق ما شفت، الاهلي بعد ما جابوا فورنر، سو ما في اي كانوت جادج، وبعدها بالاول. سو انا هلا قلت لك المنافسه انه نحن ب 22 و24 عندنا جيم ضد الشوتينج كلوب، هدول اهم شيء نكسب وحده منهم لنقدر نطلع بالتوب 8 وماي ذا بيست تيم وين ان شاء الله. كل التوفيق ليكي في مصر ان شاء الله، تقدمي مستويات جيده وتتالقي زي ما كنت متالقه في الملاعب بشكل عام، وبشكرك جدا على هذا اللقاء. ميرسي كلك سو ميرسي، شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا مشاهدي ملاعب الابطال وان تايم سبورتس. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، غدا ان شاء الله لقاء يتجدد وحلقه جديده من ملاعب الابطال. بشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعه.